بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متتبعي الطقس في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في تحليل الأقمار الاصطناعية لباقي الأيام القادمة إن شاء الله، يوم الخميس الجمعة السبت الأحد إن شاء الله. إذا دعنا ندخل القمر الاصطناعي ليتبين لنا خلال هذه 3 الأيام القادمة إن شاء الله. إذا بداية من يوم الخميس كما تلاحظون إن شاء الله في المساء تكون بعض السحوب أو الغيوم الركامية فوق جبال مراكش لتعطي أمطار رعدية في المساء إن شاء الله، تمتد إلى نواحي الأطلس ثم وصولا إلى تزا إن شاء الله. صباح الجمعة تشكل بعض الغيوم خاصة في المحيط الأطلسي، وستدخل جهة مراكش لتصبح أكثر فأكثر داخل مراكش، وتساقط ثلوج فوق المرتفعات لتمتد إلى داخل المملكة وتصل الشمال كما تشاهدون معنا. من قلميم مرورا بالصويرة، أكادير، مراكش، خريبكة، فاس، وصولا إلى العرائش وكذلك تازة والنواحي إلى الحسيمة. إذا مساء الجمعة تشتد غزارة هذه الأمطار في بابرد، خنيفرة، خريبكة، الرشيدية، مراكش وصولا إلى الصويرة وكذلك إلى الشرق شيئا ما. منتصف ليلة الجمعة إن شاء الله أمطار غزيرة كما تلاحظون وتشاهدون معنا إن شاء الله في نواحي خريبكة، خنيفرة، مرورا بفاس إلى حدود الحسيمة، طاط الحاج، ميدلت، الرشيدية، توريرت، شيئا ما الندور، الحسيمة. أمطار دائما رعدية مصحوبة ببعض الرياح وكذلك تساقطات ثلجية فوق المرتفعات. بداية يوم السبت 4 صباحا الأمطار تشتد قوتها عبر الشمال والشرق والبحر الأبيض المتوسط كما تشاهدون وتلاحظون معنا، هذا اللون الأصفر والأحمر ممتدا نحو تطوان وطنجة وصولا إلى الناظور عبر البحر الأبيض المتوسط. فمقياس الأمطار ترتفع في اللون الأحمر كما تلاحظون. الساعات تشير إلى 4 صباحا من يوم السبت القادم إن شاء الله، أمطار مسحوبة برعود وأمطار قوية إن شاء الله وكذلك ثلوج فوق المرتفعات. أمطار بالجديدة والنواحي خريبكة، شطاط، سيد سليمان، فاس كما تشاهدون وتلاحظون معنا. 8 صباحا من يوم السبت إن شاء الله الأمطار تشتد غزارتها على سواحل الحسيمة الناظور كما تلاحظون. مقاييس الأمطار تتعدى 20 لتصل في بعض الأحيان إلى 30 في منطقة إقليم الدريوش الكبداني كما تلاحظون معنا، عبر البحر الأبيض المتوسط، مليلية، الناظور، العروي، قسيتة، بن بعيش، الحسيمة، ترقيش، تساقن وصولا إلى تطوان، سبت، طنجة. إذا أمطار مهمة يوم السبت إن شاء الله كما تلاحظون معنا، أمطار رعدية، ثلوج دائما فوق المرتفعات إن شاء الله. المنطقة الشرقية ستكون هناك أمطار جد قوية إن شاء الله. منتصف نهار يوم السبت لا زالت الأمطار مستمرة ولله الحمد عبر البحر الأبيض المتوسط كما تلاحظون. بعض البؤر للأمطار القوية في جبل طارق،
كطنج تيتوان سبتة العرائش كما تلاحظون هنا سواحل سطات والدار البيضاء، يعني أماكن مختلفة من المملكة إن شاء الله. أمطار غزيرة لا زالت تستمر يوم السبت في مليلية الناظور نواحي الدريوش حسيمة البحر الأبيض المتوسط، كذلك ستصل بركان ووجدة توريرة ساكة الدريوش. بعد المساء ستقتصر الأمطار بركان وجدة كذلك شاون تطوان مكناس أمطار رعدية قوية الرباط بن سليمان بن ملال خنيفرة، إذا أمطار رعدية متواصلة مساء السبت كما تشاهدون وتلاحظون معنا. أمطار ستقتصر وستنخفض شدتها مع مغرب يوم السبت كما تلاحظون. أمطار ستقتصر على فاس سيدي سليمان العرائش باب الرتازة. إذا منتصف ليلة السبت بداية صباح الأحد بقايا الأمطار في بعض المناطق كما تلاحظون. ننتظر تحليل الصورة. إذا انخفاض وتيرة الأمطار صباح الأحد بعض القطرات في الشرق. إذا مساء الأحد ستنتهي هذه الأمطار هذا والله أعلم. إذا شكرا لكم على هذا التحليل الممل والطويل والمتابعة. ترقبوا المزيد في قادم الأيام إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك دائما في القناة وتشجيع صفحتنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.